وبالعقب بمررها تتوزع الكره في العمق، يتدخل الدفاع والحكم يرفع الورقه الصفراء، ورقه صفراء لصالح لاعب النادي الرياضي البنزرتي. يشمل يلعب كوره ناحيه لؤي بن حسين بالراس، سهله تمشي كوره من جديد زيدين بوطمان العاد للتشكيل الاساسي. الحكم يعطي سباقيه اللعب، فما حد شيء في وسط الميدان. توصل الكوره لصالح اللاعب الحسن كونتي، ترجع كوره طويله وسهله في دين الحارس علي شمل. طرح علي البريقي، يطلب الكوره زيدين بوطمان، لكن يخير الكوره مررها لتوزيعها وبعيده كانت من أصيل الجزيري، يخلط عليها اللاعب النجم الذي سعى لأسامة عبيد. توزيعه في قائمة أصيل الجزيري بالراس، ويتدخل الدفاع، يتدخل ميدو ابن حسين، يوزع كرة في العمق بالراس مرة أولى، ومن ثم خطأ من الحارس والحكم يقول يا تسبقية اللعب. ترجع كرة للوي ابن حسين، يعمل كنترول، يغطى على كورته، مراغة ممتازة في الريق الأيسر، يعمل لوي يوزع بساقه اليسار، ترتطم الكرة في الدفاع وتخرج ركنية، ركنية والنجم الرياضي الساحلي، تتوزع كرة وسهلة في دين الحارس علي جمل. تنفيذ كان من الياس الدريدي، لاعب محور زين دين بوطمان، يلعبها لجاكن بي، جاكن بي يلعب كرة في العمق ناحية فيني بونغونغا، والمشرقي يتدخل، تمشي كرة تماس علي البريكي ناحية زين دين بوطمان، ممتاز جدا على زين دين بوطمان، يتوغل يدخل تحت عمليات، يسقط والحكم يقول فما شيء، الحكم يقول الفا. توصل حمزة جداسي في وسط الميدان، كورتو خاطئة حمزة جداسي وسهلة في أقم محافظة لكورتو، سمع بيد يلعبها لزين دين بوطمان، زين دين بوطمان كورة ناحية اللاعب أصيل الجزيري في الرواق الأيسر، يرجع بها زين دين بوطمان، يمهد لسمع بيد، أسامة يمهد لجاك إمبي، تتقص الكورة من اللاعب موجود في التغطية عبد بوزرة، لكن خاطئة كورتو وترجع للنادي الرياضي البنزرتي. ممتازة ايش يعمل مقدم بشير، مقدم معاها عبد الرزاق بوزرة، والحكم يعطي اللاعب زين الدين بوطمان، يمرر له كرة طويلة من زين الدين، يتدخل الدفاع عن طريق ياسين كشك ويخرج الكرة في الرقين، يوزع كرة لؤي بن حسين في القائم الأول، يتدخل الدفاع حمزة جلاسي ياخذ كرة مررها لزين الدين بوطمان، زين الدين بوطمان يدخل منطقة العمليات يسقط، والحكم يعطي سباقية اللعب، يخرج الكرة قبل الركنية، خرجها تماس علي البريقي، يلعب كرة بسرعة ناحية زين الدين بوطمان، زين الدين بوطمان والحكم يعطي مخالفة بعد شارة مساعده عادل عبان، مخالفة كرة للحسن كوناتي، تتقص من جاكن بي، جاكن بي غطى على كورتو يسقط، ومخالفة لصالح كامروني النجم الرياضي الساحلي جاكن بي. النتيجة لحالها التعادل السلبي 0-0، لقطة يعني خطيرة كانت ومرت سلامات على دفاعات النجم، ولكن هجوم السيابي كان ممكن استغلال الكرة. على كل حال تمشي كرة والحارس قيس العمدوني، لوحات يتحفنا بها جمهور النجم الرياضي الساحلي تستوجب الاحترام. تمشي كرة أسامة عبيد، أسامة تمشي لجاك ام بي، جاك توصل الكرة لبوطمان، بوطمان حول مرة كرة للؤي بن حسين تتقص عن طريق ممتاز جدا اللاعب الحسن كونتي في ظل تقدم الترجي على حمام سوسة، وكذلك انتصار الملعب التونسي على الاتحاد تطاوين. نلقاو الشاب في المركز الأخير، في حين النادي الرياضي البنزرتي يحافظ على ترتيبه في المركز القبل الأخير. تيشرت التنفيذ الحكم زين الدين بوطمان يوزع، وبالبوكس الحارس مرة أولى، من ثم تصويبة اللاعب جدا يعني. على كل حال تعب كرة ضربة المرمى طويلة ناحية اللاعب العلوي، العلوي يعمل كنترول يرجع بها للمامادو، طويلة من مامادو ناحية اللاعب خليل بلبوز، تتقص وترجع الكرة لصالح بلبوز، بلبوز ممتاز في تقطيع عمليات يصوب، والهدف الأول، هدف أول للنادي الرياضي البنزرتي في توقيت 67 دقيقة لعب. النادي الرياضي البنزرتي يفتتح النتيجة
عن طريق ياسر خليل بلبوز عفوا، ممتازة كانت قلنا يعني سيابي يستغل في أخطاء النجم الرياضي الساحلي، خطأ على مستوى الدفاع، ياخذ الكرة ونشوفوا تصويبه برجله اليمين يحطها في مرمى علي جمل، واحد سيابي لا شيء. النجم الرياضي الساحلي ممتاز اللاعب خليل بلبوز، وأولى الأهداف في مباراة ملعب أولمبي بسوسة من أقدام خليل بلبوز. كيف السيابي أحسن استغلال للأخطاء الدفاعية، تتوزع كرة في القائم الأول وخطأ واضح على دفاع النادي الرياضي البنزرتي من حمزة أجلاصي. أسامة عبيد، جاكن بي من جديد، جاكن بي يسقط والحكم يعطي مخالفة. الفرق يعني ريناه بين ملاعبي يسعى ويعني لهنا تشنجت الأعصاب وصور نسعى لتلافيها بين لاعب النادي الرياضي البنزرتي. حذر في روحه للنزول في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي، توزع كرة في العمق، رأسية اللاعب على ما يبدو غفران النوالي عالية عالية، رأسية غفران النوالي تمشي ضربة مرمى لصالح. هنا في أولمبي سوسة تقريبا 9 دقائق وبضع ثواني على نهاية الوقت القانوني، وحمزة جلاصي كورته تخرج اوت طويلة تماس، لكن الدفاع متفطن، الحكم يقول فماش مخالفة، يعطي بقية اللعب للنادي الرياضي البنزرتي، يخرج من تقدم 2-0 على امل حمام سوسة. اختير عملية والهدف الثاني، يعني حجب عنا الرؤية وهدف ثاني لصالح النادي الرياضي البنزرتي. شوفوا لعادة بلبوز يضيف الثاني لصالح النادي الرياضي البنزرتي. لو يمكننا يعني يحسب الخطة اللي لعب بها سفيان الحيدوسي منذ بداية اللقاء والتي تدعمت بهدفين في الشوط الثاني. تمشي كرة كما جات بعد اختار اللعب عبدو سيدي بي ويسرع في الهجمة النادي الرياضي البنزرتي. النادي الرياضي البنزرتي أكيد كل دقيقة تمر يعني لمصلحته، لأنه في هذه الآونة بالذات يعلن الحكم الجزائري للقاء اليوم، الحكم لطفي بكويسة